عسى الله ما يغير علينا. هذه أذكرها يعني أذكر قريبة منها. كنا جالسين مرة مع شيخ كبير في السن وإمام مسجد حفظه الله إن كان حيا ورحمه الله إن كان ميتا، لأني ما رأيته منذ مدة طويلة. فكنا جالسين فما أدري إيش اللي قيل، فقلت أنا قلت عسى الله يعطينا على نياتنا. قال لا لا. قلت ليش؟ قال عسى الله يعطينا أحسن من نياتنا، نياتنا مرات دمار. يقول عسى الله يعطينا أحسن من نياتنا. قلت والله صح كلامك. فقضية عسى الله ما يغير علينا حسب، يعني عسى الله ما يغير علينا ما نحن عليه من الإيمان مثلا نقول نعم، لكن عسى الله ما يغير علينا على ما نحن فيه من الضعف أو التقصير أو كذا غلط. نريد أن الله يغير علينا فحسب. إذا كان ما يريد أن الله يغير عليه يعني الإيمان والشيء العمل الصالح الذي يعمله مثلا، عنده مثلا قيام ليل أو عنده صلة رحم أو عنده بر والدين أو عنده مثلا صدقات يدفعها، فيقول عسى الله ما يغير علينا هذه السنة أو هذه العادة الطيبة المباركة مثلا، هذا طيب. طيب أو يريد عسى الله لا يغير علينا طيب ما هو عليه من الضعف والخور وكذا، هذا خطأ. لكن في الغالب الناس يريدون بها الخير. أي نعم.